أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن مصر اجتازت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. قال وزير الداخلية في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة إن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان عبر مشاريع تنموية تؤسس لجمهورية جديدة تحمي مكتسبات الدولة المصرية. ويأتي احتفالنا اليوم مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر اكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم إجبارا وإجلالا. وفي هذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بصادق التهنئة لقواتنا المسلحة عارين الأبطال ومهد التضحيات داعين المولى التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ومواصلة التلاحم بين جناحي الأمن بالأمة في ميادين الفداء والبناء. السيد الرئيس في ظل عالم يموج بالصراعات ويشهد أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار الدول وأفرزت ضغوطا على اقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة. اجتازت مصر بقيادتكم خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. وانحاز الشعب المصري العظيم لخارطة رسمتم بها الطريق نحو التنمية والرخاء حتى تمكنتم بعون من الله العبور بمصر لبر الأمان والازدهار.